صباح الخير يا جماعة، معاكم المهندس أحمد طارق. النهاردة هشرح ازاي تنزل فلاش فايل من الكاتربيلر سيس وترميه على المعدة بتاعتك أو تعمل له لودينج على المعدة بتاعتك أيا كان نوعها وأيا كان السيريال نمبر بتاعها ايه، وازاي تستخدم جهاز الاي تي ان انت تنزل الفلاش فايل. بناء على طلب أحد المشتركين في القناة عندي من المغرب، كان طلب ان هو ازاي يعرف ينزل فلاش فايل للانجن في لودر 980 جي. تمام، بالنسبة للانجن بتاعه كان نوعه 3406، ده موديل الانجن. فاحنا بنعمل ايه؟ انا بفتح الكاتربيلر سيس بتاعي، بكتب البريفكس او السيريال نمبر، بس الفلاش فايل محتاج السيريال نمبر كامل. بس في الفيديو ده انا هعمل سيميوليشن تخيلي ازاي تعمله وانت تطبقه على المعدة بتاعتك ايا كانت ايه. تمام، فهو كان مديني البريفكس بتاعه اكس جي، بس هو ما ادانيش السيريال نمبر كامل، فانا هخش كده بالبريفكس بس. ادي اهو 980 جي ويل تايب لودر، هخش كده واعمل نافيجيت. تمام، معلش عشان بس الموديل بتاع السيس ده جديد فلسه الواحد ما اتعودش عليه. بعدين انا هنا عايز اجيب الفلاش فايل منين، باجي في الاتاتشمنت دي وبكتب بدوس على السهم ده وبيطلع لي سيرفيس سوفت وير فايلز. اوكي تمام، بيفتح هنا بيديلك هنا ايه الفلاش فايل، وتكتب هنا ايه سيرش باي سيريال نمبر. طبعا حضرتك هيبقى معاك الايه السيريال نمبر كامل، هتكتب ايه اكس ايه جي وبقيه السيريال بتاعك ايا كان ايه، وتقوم عامل ايه سيرش. طبعا هتقوم عامل سيرش، هنا مش هيظهر لك حاجه عشان انت معكش ايه السيريال نمبر كامل. اوكي، فنتخيل ان احنا ايه هينزل لك ايه، هيطلع لك هنا كل الاي سي امز اللي عندك على المعده، سواء الانجن الترانسميشن الهيدروليك. انت عايز الانجن، تقوم ايه عامل داونلود الانجن، هينزل لك كفلاش فايل عادي جدا اهو بالمنظر دوت، بيبقى شكل الرمز بتاعه كده اللي هو علامه ايه الصفر. طيب ازاي بقى انزله على المعده؟ انا خلاص اخدته معايا على الديسكتوب عندي وعرفت ده بتاع الانجن خلاص. طيب هروح على ايه اخد الاي تي بتاعي وايه واوصله بالمعده بتاعتي. طيب انا اديني ايه بقى هفتح الاي تي اهو، وهوصل الاي تي ازاي؟ لازم يبقى معاك الادابتر 3 للكوميونيكيشن، هتوصله بالفيشه اللي موجوده هيبقى عندك في الكابينه، سواء بتبقى تحت الولاعه او بيبقى تحت الدراع النقلات، بتبقى تحت كده الكرسي على الشمال بتبقى موجوده. هتوصله بالادابتر بتاعك، والادابتر الناحيه الثانيه بيبقى فيه يو اس بي بتوصله باللابتوب بتاع حضرتك، وتفتح الالكترونيك ايه تكنيشن. طبعا انا هنا هشتغل على الترينر على اساس ان انا مش متوصل بمعده حاليا، بس إن انت تقدر تعمل انرجي او تحاكي الواقع على المعده بتاعتك. تمام، تظهر رساله في الاول تطفيها، بعدين انا طبعا انا مش عايز ايه لايسنس عشان انا شغال ترينر. تمام، بيفتح هو لسه بس بيحمل. المفروض انت ايه لما بتخش يعني المفروض انت ما بتخش بتدوس كونكت على اساس انت على المعدة، لكن انا هنا مش على الكونكت، فهخش على الترينر. ايوه اهو تمام، بيفتح لي بعض الامثله نشتغل عليها. طيب خلينا نشتغل على 980 اتش، مفيش مشكله، ونختار ايه السي 15 اللي هي الايه الكارت الانجن الاي سي ام بتاع الانجن. هو هنا بيقول لك بليز ويت، ويبتدي يخش على الايه الاي سي ام اللي عندك. طبعا حضرتك لو حاسس ان الفيديو ده ضاف لك معلومه جديده او استفدت من الشرح بتاعي، يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناه وعمل لايك وشير للفيديو عشان غيرنا يستفيد. طبعا هنا ايه بيقول لك في 3 اي سي ام از ديتكتد، على حسب الاي سي امز اللي موجوده عندك على المعده بتاعتك. تمام، هو هنا طبعا ايه ظهر لك الثلاث اي سي ام، مش مشكله، المفروض هو الانجن تظهر برضه، بس هو يمكن بس البرنامج معلق، بس هندوس اوكي مش مشكله. تمام، ادي كده ايه الاي تي اتفتح قدامي. انا عايز انزل فلاش فايل للايه للانجن، هعمل ايه؟ هدوس هنا على وين فلاش، هيبتدي يخش على الايه الدوائر بتاع القايمة بتاعت الحتة اللي انت بتنزل منها فلاش فايل.
تمام بيكونكت. طبعا انا هنا صراحة مش عارف هو الانجن مش ظاهر ليه، بس يمكن عشان ده ترينر. بس عامة يعني هو ايه، بيظهر لك الاي سي انز اللي عندك، ترانسميشن امبلمنت اللي هي الهيدروليك، المونيتور اللي هو الشاشة، المفروض يبقى فيه الانجن كمان يعني. بس انا الحقيقة مش عارف هو ما ظهرش الانجن ليه، واضح ان هو بس عايز نكونكت تاني. ما علينا. طب انا تتخيل ان دي الانجن، فسلكت افلاش فايل، هتعمل كأنك بت ايه براوز عادي على الديسكتوب عندك اهو، تمام. وتشوف بقى المكان انا كنت حاطه على السي، اهو تمام، اهو تمام، وتعمل اوبن. اوكي، بيقول لك اي سي ام كومباتبل وذ لود فلاش ديتكت، فيريفاي ذات ابروبريت اي سي ام ار بينج ديتكتد اند ذات يو ار سيلكتد ذا كوريكت فلاش فايل. طبعا هنا ما قبلش عشان ده الفلاش فايل غير ايه ملائم، يعني ده لا تقلق تماما. لو الفلاش فايل اللي انت هتنزله مش هيبقى مناسب مع الاي سي ام اللي عندك، هيرفضها البرنامج. طبعا بعد ما ايه بتنزل فلاش فايل المطلوب، هتبتدي ايه بعد ما تنزل الفلاش فايل المطلوب هتبتدي تعمل له ايه اوكي او رن، وهيبتدي ينزل معاك كانه لودنج عادي جدا، وبعدين هيديك في الاخر اوكي اوكي وتطلع بره البرنامج. يبقى انت ايه نزلت فلاش فايل، مجرد هتفصل الشوكه وتفتحها تاني وكده الفلاش فايل نزل. اتمنى يكون الفيديو ضاف لكم معلومه جديده، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.